السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبائي وطلابي، كيف حالكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلنا وإياكم عونا للإسلام والمسلمين. إخواني، بسبب ارتفاع الأسعار الآن في العالم كله أصبحت مشكلة كبيرة جدا في مصر. لماذا؟ لأن الجنيه المصري هبط إلى النصف، فزادت الأسعار أضعافا مضاعفة خاصة في مصر، فأصبح هذا مشكلة للأيتام والفقراء والمساكين، لا يستطيعون ليس شراء احتياجاتهم بل لا يستطيعون شراء الطعام اليومي. فيا إخواني، أهيب بكم أن تتصدقوا أو من زكاة أموالكم، فهذا هو مكان الزكاة. الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إخواني، يعني وإذا استطعتم أن تكفلوا أسرة من الأيتام كل شهر فهذا جيد. إذا أنت تنوي النية وأنت في شهر مبارك مثل رمضان، الله يعطيك أجر الكفالة حتى يكبر اليتيم. فإذا ترسل لهذا اليتيم، ممكن ليس واحد يتيم إنما أسرة كاملة أيتام، ممكن 50 دولار أو استرلين أو 40 أو 30 أو 20، ما تستطيع ترسل لهم، فهذا جيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالله سبحانه وتعالى بأنك تعطي الفقراء أو الأيتام يحفظ به أولادك ويحفظ أسرتك ويحفظك من السوء ومن الشر. فيا إخواني، يعني إذا أنت تكفل اليتيم أو تعطي، نرسل لك فيديو لهم ونرسل لك معلومات حتى تتواصل معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.